هذه الثلاث شفاء الأمراض للعارف بالله خواجة محمد باقي بالله الدهلوي النقشبندي قدس الله روحه ونور مرقده آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا شافي صل وسلم على حبيبك وخاتم أنبيائك محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذي ما توسل به ذو حاجة إلى حضرتك إلا أوصلته إلى مطلوبه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وأحبابه إلى يوم القيامة، واشفني وصححني وقربني واجعلني طويل العمر وثبتني على طريق التوكل والقناعة وغنى القلب عن الدنيا وأهلها. اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا شافي صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك وختم رسلك الذي لا يدركه واصف ولا يكتهنه ناعث صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين، واشفني شفاء تاما كاملا، ووفقني لما تحبه ويحبه حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا شافي صل وسلم على شفاء صدورنا ونور قلوبنا وروح أرواحنا وحياة حقائقنا حبيبك محمد الذي هو الوسيلة في المطالب الدينية والدنيوية المرضية. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وأحبابه أجمعين، واشفني بحرمته وبعزته وبقبوله وبشرفه عندك، واشفني وقوبني وصححني ووفقني لمتابعته في الظاهر والباطن، وثبتني على طريقته المحببة الحقيقية المرضية. آمين آمين آمين. اللهم يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا شافي صل وسلم وبارك على خير خلقك وأشرف بربك وأشرف بريتك وأفضل مصنوعاتك ورسولك الأكمل وحبيبك الأجمل وخليل الأفضل محمد الحامد المحمود صاحب المقام المحمود الذي خصصته بمحبتك الخاصة وعنايتك التامة وفضلك العظيم. اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا شافي صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه
وأزواجه وعلى سائر إخوانه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين أجمعين. واشفني وصححني وقوبني واجعلني طويل العمر ووفقني لاتباع طريقته الأنيقة بحرمته وعزته عندك آمين 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 يا رب العالمين. اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا شافي صل وسلم وبارك على محمد المحمد في العالمين والنور المنور للأولين والآخرين جمالك الجميل الجليل ونورك المتجلي في كل ظل وأصيل وكل مدلول ودليل. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وأولاده أجمعين. واشفني بحرمته وبحرمة آله وبحرمة أصحابه وبحرمة أزواجه فأتباعه وأولاده شفاء تاما كاملا عاجلا آمين آمين آمين. اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا شافي صل وسلم وبارك صلاة وسلاما لا نهاية لها على حبيب محمد الذي لا نهاية لحسنه وجماله ويا غاية لفضله وكماله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. واشفني بحرمته شفاء كاملا عاجلا وقوني وصحح جسمي وقلبي ووفقني لما يوصلني إلى رضاك ورضا حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا شافي صل وسلم وبارك على خليلك وصفيك وحبيبك ونجيك محمد الأحدي الواحدي الروحاني اللطيف الظاهر في أحسن صور أجمل الوجوه محمد المحمود في الملكوت والناسوت والمشهود في الجبروت واللاهوت. حمد الله وحمده الله وشهد الله وشهده الله لا يحمد الله إلا هو ولا يشهده إلا الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى من استفاض منه الوجود والشهود على حسب استعداده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الشاهد المشهود. اللهم صل وسلم وبارك على هذا الخليل الحامد المحمود. اللهم صل وسلم وبارك على هذا الرسول الواجد الموجود. اللهم صل وسلم وبارك على هذا الحبيب المحب المحبوب. اللهم صل وسلم وبارك على هذا الصفي الطالب المطلوب. اللهم صل وسلم وبارك على محمد الأول الآخر الظاهر الباطن وعلى آله وصحبه وأتباعه أجمعين صلاة وسلاما وبركة من الأزل الأبد
اللهم صل وسلم وبارك على نورك العزيز وشعاعك الغالب وروحك الساري محمد الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إني أتوسل به إليك في صحة بدني وقوة جسمي، فشرفني بأن يكون هو وسيلة لي، واقبل ملتمسي بحرمته وبحرمة من له العزة والقبول عنده. اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل لمحة ألف ألف مرة. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك محمد في ذاتك وصفاتك. اللهم صل وسلم وبارك على مقربك محمد في الصور العلمية لشجونك واعتباراتك. اللهم صل وسلم وبارك على روح خلقك محمد في عالم الأرواح. اللهم صل وسلم وبارك على قلب الخلائق ووسط البرايا محمد في العالم المثال. اللهم صل وسلم وبارك على آخر التجليات وغاية ظهورات محمد في العالم الإنساني الكمالي. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى سائر إخوانه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وعلى ملائكتك المقربين. اللهم اشفني بحرمته وبعزته وقبولي وبشرفه عندك وعند ملائكتك وقوبني، وصححني واجعلني طويل العمر، وثبتني على شريعته الغراء المحمدية الأنوارية أنوارية الأكملية الأجمعية. اللهم إني أتوسل إليك بمحبته وقبوله في شفائي وصحتي، فاشفني شفاء تاما كاملا عاجلا. اللهم بحرمته وعزته اشفني وثبتني على التوكل والقناعة وغنى القلب عن الدنيا وأهلها، واحفظني عن جميع الأعداء الآفاقية والأنفسية وغلبتهم، واحفظني وأولادي عن التذلل وغلبة الأعداء، ووفقهم لمتابعة الشريعة والطريقة المأخوذتين من أقوال حبيبك وأفعاله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم أجب بحرمته، اللهم أجب بحرمته، اللهم أجب بحرمته. اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا شافي، أسألك أن تصلي على محمد النبي الأمي أصل الوصول المنزه عن الاتحاد والحلول الظاهر بنوره في السماوات والأرضين الباطن بكنهه، عن إدراك الأولين والآخرين وللأوائل وآخر الأواخر، باطن البواطن وظاهر الظواهر، الذي هو بحقيقته واسطة الوجود والشهود بين الذات وسائر الحقائق، وبصورته المظهرية الكلية غاية توجه الخالق وعنايته إلى الخلائق. اللهم إني أسألك أن تشفيني بحرمته
وبعزته وبشرفه وبقبوله عندك شفاء كاملا عاجلا بدنيا وقلبيا روحيا ظاهريا وباطنيا علميا وعمليا حاليا وأن تخرج من جسدي ولحمي وعظمي ودمي وعصبي وحواسي وقواي وجميع أعضائي وأجزاء جسمي كل مرض قديم أو حديث دموي أو صفراوي أو بلغمي أو سوداوي أو غيرها وصححني وتقويني وتجعلني طويل العمر وثبتني على الطريقة المحمدية الأجملية في الشريعة الحقيقية وتوصلني إلى ما يطلبه قلبي حين تغلبه عليه حال الإيمان ويقوي فيه وصف الإحسان. اللهم إني أسألك أن تشفيني بصدقة محمد وأولاده وتصححني وتقويني وتجعلني طويل العمر في متابعته صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا شافي صل على محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه أجمعين وسلم وبارك عليه وعليهم واشفني شفاء كاملا عاجلا بحرمته. آمين 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 يا رب العالمين. اللهم سل وسلم وبارك على محمد واشف جسدي بحرمته وأزل مرضي بحرمته صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إني أقسم عليك بحبيبك محمد خير الخلائق أجمعين أن تشفيني بحرمته وبعزته وبقبوله وبشرفه عندك. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما وبركة كلها ناشئة من محض فضلك وحبك وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا شافي إني أسألك أن تصلي على حبيبك محمد الذي ما توسل به أحد إلا وصل إلى مقصوده وما استشفى به مريض إلا شفي من مرضه فهو وسيلة العالمين في مطالبهم إليك وهو شفاء المرض النازل من لديك. اللهم إني أتوسل به صحتي وشفائي فصححني واشفني بحرمته عندك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وقبلتنا حبيبك وصفيك وخليلك محمد الذي لا يأس على بابه لذوي الحاجات ولا خيبة في حضره لأهل المرادات. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى من تبعه إلى يوم الدين.
بحرمته شفاء كاملا واجعله لي شفيعا في الدنيا والآخرة. اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا شافي، صل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وآله وسلم وسلم على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اجعل حب محمد في قلبي صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اجعل حب محمد في نفسي صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اجعل حب محمد في جسدي صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اجعل حب محمد في عيني وبصري صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اجعل حب محمد في سمعي صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اجعل حب محمد في شامتي وصدري صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اجعل حب محمد في فمي ولساني وشفتي صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اجعل حب محمد في وجهي وجبهتي صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اجعل حب محمد في جلدي وفمي لحمي وفي دمي وفي عظمي وفي عصبي صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اجعل حب محمد في كلي صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اشفني بحرمته صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اشفني بحرمته صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا شافي، صل عليه وآله وسلم وبارك على محمد الجامع بحقيقته لجميع الحقائق وبروحه لجميع الأرواح وبشريعته لجميع الشرائع وبنبوته لجميع النبوات وبولايته لجميع الولايات وبقلبه لجميع القلوب شرف الخلائق وشمس الطريق نور يهتدى به إلى الحق فظل لا واسطة بينه وبين النور المطلق. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. اللهم اشفني وصححني وقوني واجعل لي طويل العمر بحرمته وبعزته وبشرفه وبقبوله وبنبوته وبولايته. آمين آمين آمين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك وخليلك وصفيك ومختارك ونورك محمد الذي عم نوره وكمل ظهوره وجل سره وشمل بره وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. اللهم اشفني بحرمته شفاء كاملا عاجلا من كل مرض وصححني وقوني واجعلني طويل العمر وثبتني على سنته السنية. آمين 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 يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على معدن أنوارك ومخزن أسرارك ومحل عناياتك وتجلياتك ومنزل شعاعاتك فظهوراتك محمد الذي لا نور إلا هو ولا ظهور إلا هو وعلى آله وأصحابه
أصحابه وأتباعه وأولياء أمته أجمعين. تم